بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بكل مشاهدينا في قناة الحياة، حلقة جديدة مع كورة كل يوم. إن شاء الله نستمتع بحلقة مميزة النهاردة، وحلقة كلها كورة، كلها ماتشات الدوري اللي اتلعبت امبارح وأول والنهاردة وبكرة كمان، في ثلاث لقاءات إن شاء الله جامدين جدا هيفرقوا في صراع المنافسة على بطولة الدوري الممتاز. كمان هنتكلم عن مباراة الزمالك والأهلي في نهائي كأس مصر وفوز نادي الزمالك ببطولة كأس مصر للمرة 28 في تاريخ نادي الزمالك. الأهلي كسب الكاس 37 مرة، والمرة دي المرة اللي فاز فيها نادي الزمالك 2-1 على الأهلي هي المرة رقم 28 لنادي الزمالك. نتائج ماتشات الدوري يوم الخميس، اتلعب ماتش واحد، إسترن كومباني اتعادل 2-2 مع الاتحاد السكندري في استاد بترو سبورت. امبارح كمان كان في ثلاث ماتشات، وثلاث ماتشات قوية جدا. المصري فاز فوز كبير جدا جدا على سيراميكا 4-1، وقدر كمان نادي المقاولين العرب انه يكسب غزل المحلة في الدقيقة الأخيرة، في الثانية الأخيرة في الوقت الضايع، في الدقيقة 99 حكم مباراة حسب حوالي 9 دقايق وقت ضايع، قدر نادي المقاولين العرب ياخد ثلاث نقاط غالية جدا جدا جدا، وفوز مهم جدا جدا لفريق المقاولين على غزل المحلة. وامبارح كمان فاركو فاز على امبي 1-0، والنهارده كان في ماتشين، فيوتشر فاز على البنك الاهلي 4-1، وتعادل سلبي ما بين طلائع الجيش والمقصة. بكرة ان شاء الله ثلاث لقاءات في بطولة الدوري، اسبوع 26 من بطولة الدوري، الاسماعيلي في مواجهة بيراميدز بكرة الساعة 6:30، ماتش قوي جدا جدا جدا. كمان الزمالك هيواجه سموحة ان شاء الله بكرة برضه في نفس التوقيت الساعة 6:30، والساعة 9 الاهلي في مواجهه الجونه باذن الله. ثلاث لقاءات بكره لفرق المنافسه على بطوله الدوري، بيراميدز مع الاسماعيلي، الزمالك مع سموحه، والاهلي مع الجونه. طيب خلينا نبدا يعني كلامنا بمباراه القمه ما بين الزمالك والاهلي، وزي ما اتفرجنا طبعا يعني احنا بس كنا اجازه يوم الخميس في كوره كل يوم، فخلينا نعلق سريعا كده ونشوف لقطات من مباراة الزمالك والأهلي وفوز الزمالك بكأس مصر. وبنبارك طبعا لنادي الزمالك وجماهيره ومجلس إدارته ولاعيبته والجهاز الفني بقيادة فيريرا الفوز المهم لنادي الزمالك ببطولة كأس مصر على الأهلي، ونقول هارد لك طبعا للنادي الأهلي. لكن أول مرة من فترة كبيرة جدا أشوف النادي الأهلي بالحالة دي، كان النادي الأهلي حالته سيئة جدا. الزمالك عكس كل التوقعات ضغط على نادي الاهلي من بدايه المباراه، وقدر يسجل هدفين في بدايه الماتش، والماتش يعني راح في اتجاه نادي الزمالك، كان ممكن الزمالك يزود. حاله كانت سيئه جدا جدا للنادي الاهلي، وحاله رائعه لنادي الزمالك. شفنا طبعا سيف الجزيري وزيزو واشرف بن شرقي وسيد نيمار ولاعيبه نادي الزمالك، كان في رغبه كبيره جدا في الفوز، وضغط جامد جدا فيريرا على النادي الاهلي. واضح كمان ان النادي الاهلي في فتره صعبه، يعني لعيبه النادي الاهلي حالتهم سيئه جدا، معظم اللعيبه، مش عايز اتكلم على لعيب واحد او اتنين لعيبه، لا معظم حاله لعيبه النادي الاهلي كانت سيئه جدا في المباراه. وواضح جدا تراجع مستوى النادي الاهلي وتراجع مستوى لعيبه النادي الاهلي، محمد الشناوي حارس المرمى، محمد هاني خط الدفاع، علي معلول اللي بعيد تماما عن مستوى، محمد هاني كمان كان من اسوا ماتشاته في المباراة دي، السولية، حمدي فتحي، ديانج، اللعيبة يعني فريق النادي الأهلي بالكامل الشوط الأول كان خارج الخدمة، وكان ممكن الزمالك يكسب بأكتر من هدف، أكتر من 2-0 يعني كمان في الشوط الأول. واللي عجبني في لعيبة نادي الزمالك رغم تقدمهم بهدف وبعدين تقدمهم بالهدف الثاني، كان برضو الزمالك استمر في هجومه في الشوط الأول. الوضع اختلف شوية في الشوط الثاني، نادي الزمالك عايز يأمن النتيجة، وسواريش عمل بعض التغييرات الهجوميه. وانا عايز اقول حاجه برضو في قصه سواريش، يمكن انا قلتها من ساعه ما سواريش جه، وانا كان رايي ان النادي الاهلي يكمل الموسم بكابتن سامي قمصان، مع احترامي لسواريش، انا مش عارف هو مدرب يعني هينجح مع النادي الاهلي او مش هينجح مع النادي الاهلي، ولكن بعد رحيل موسيماني وخلاص موسيماني مشي، كان موجود كابتن سامي قمصان، كابتن سامي يقدر يكمل ان هو سواريش مهما كان هو معاه فريق تحليل، معاه مساعدين يتفرجوا على النادي الاهلي، ما يقدرش برضه يتحكم في قدرات لعيبه الاهلي او يفهم قدرات لعيبه النادي الاهلي في فتره صغيره جدا، خصوصا ان الفتره اللي احنا فيها دي هي فتره حساسه جدا للنادي الاهلي، بيلعب ثلاث بطولات محليه،
نهائي كاس مصر، وكان قبلها طبعا في الدور قبل النهائي مع بتروجيت، وسواريز جه على ماتش بتروجيت، وبطوله الدوري وبطوله كاس مصر الجديده اللي احنا بنلعبها بتاعه الموسم الحالي. فيعني انا حتى قلت الكلام ده، مش بقول كده عشان الاهلي خسر كاس مصر، لا انا بقول من قبل ما 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 يعني ما الراجل البرتغالي يجي، بقول ان كابتن سامي قمصان كان موجود مع موسيماني، نفس الفكر، راجل عارف الفرقه، عينيه مع اللعيبه. كابتن سامي قمصان بقى له 3 4 سنين ماسك في الفرقه، وعارف اللعيبه وعارف قدراتهم وعارف مستواهم في الفتره الحاليه، وعارف الناحيه البدنيه والناحيه التكتيكيه، وده يلعب مين ومين لما يلعبش. انتوا عارفين الاجانب كمان لما بيجوا بيبقى ما بياخدوش براي المصريين. يعني انا شايف ان سواريش في تشكيلاته وفي تغييراته من وجهه نظري يعني ما بياخدش براي كابتن سامي قمصان. فانا رايي اللي كان، بس خلاص اللي حصل حصل، رايي ان كان كابتن سامي قمصان هو اللي يكمل الموسم، وبعدين الراجل سواريش يمسك من بداية الموسم القادم أو من نهاية الموسم الحالي. يعني خلاص الموسم الحالي ناقص له شهر. حصل، أنا شايف إن حصل لخبطة فنية للاعيبة النادي الأهلي ما بين الاختلاف الأفكار من موسيماني لسامي قمصان لسواريش في فترة صغيرة جدا. أنا شايف الدروب اللي موجود فيه النادي الأهلي ده بسبب اختلاف الأفكار، و يعني ما بين ثلاث مدربين في فتره صغيره جدا. خلينا نروح لاحداث المباراه ونتفرج كده على ملخص لبطوله كاس مصر، وزي ما قلت عمري ما شفتها. يعني بدا يبقى في مشاكل ما بين مجلس اداره النادي الاهلي. شايف الفتره اللي فاتت او اليومين اللي فاتوا دول في كلام بقى، محمد الضماطي عضو مجلس اداره الاهلي طلع اتكلم، لقيت الاستاذ سعد شلبي مدير النادي بيقول ان يعني بيهاجم محمد الضماطي، في ناس بتهاجم حسام غالي بكثافه او بقوه من داخل النادي الاهلي والسوشيال ميديا. يعني لا، في واضح جدا ان في مشاكل جوه النادي الاهلي ما بين اعضاء مجلس الاداره، وده ما كانش موجود. محمد الضماطي كاتب على صفحته زي ما بطلع في كل لحظه فرحه وانزل صور وبارك، اخلاقي وتربيتي بتقول ان في لحظه الهزيمه لازم برضه اظهر واتصدر واتحمل مسؤوليه المكان اللي انا فيه، حتى لو كانت المسؤوليه في سكوتي. الواحد ما فيش كلمه بيقولها توفي قد ايه المرار اللي جوايا على كل حاجه وحشه بنشوفها بقالنا شهور، مش النهارده بس، مش ده الاهلي في كل شيء، مش خساره ماتش بس. اللهم يسر لي امري والهمني الصواب. يعني انا برضو كان في يعني من فتره كده قبل بطوله افريقيا، مباراه النهائي افريقيا اللي كانت في المغرب مع الوداد، وكان في الضماطي والجرحي كانوا عملوا طياره او طيارتين للجماهير، وبعدين مجلس اداره النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب رفض القصه يعني، وطلع بيان ان ما حدش يعمل تصرف فردي من مجلس الاداره. يعني كان واضح ان في بعض المشاكل، بس طبعا ساعتها مش ما قدرناش نتكلم في الموضوع اللي احنا كنا بنساند النادي الاهلي في نهائي دوري ابطال افريقيا، ما كناش عايزين نفتح مشاكل. دلوقتي في، انا بقول لكم، الضماطي بيفكر في الاستقاله من مجلس اداره النادي الاهلي. محمد ضماطي على مسؤوليتي بيفكر في الاستقاله من مجلس اداره النادي الاهلي. في مشاكل وفي تسريبات بتطلع من جوه النادي الاهلي ضد حسام غالي اللي هو عضو مجلس اداره وعضو في لجنه او في شركه الكوره بتاعت النادي الاهلي. فواضح جدا ان في مشاكل داخل النادي الاهلي، مش قصه فرقه وخساره بطوله او خساره، لا، في مشاكل مش متعودينها داخل النادي الاهلي، واتمنى ان يعني تتحل الامور دي داخل النادي الاهلي. بحيي نادي الزمالك، الفتره اللي فاتت في استقرار في مجلس الاداره، بصراحه ما بشوفش رئيس نادي الزمالك بيتكلم كتير خلال الفترة اللي فاتت، بالعكس الراجل يعني هادي الفترة اللي فاتت، وسايب يعني شغل فريق كرة القدم الأمير مرتضى مع الجهاز الفني. أنا شايف إن جوزفالتو فيريرا واخد حريته، الراجل بيشتغل بشكل كويس جدا. فدايما القصة مش قصة ملعب، مش قصة كورة، لما بيكون في نجاح، وأنا قلت الكلام ده على النادي الأهلي قبل كده، بقوله دلوقتي على نادي الزمالك، إن الزمالك دلوقتي يستحق ان احنا نقول الكلام ده. لما بيكون في هدوء في مجلس الاداره والناس شغاله وبتحاول تجيب موارد وفلوس لنادي الزمالك وتعمل صفقات وعامله هدوء داخل
فريق كرة القدم وسايبين الجهاز الفني اشتغل براحته. أمير مرتضى منصور مشرف على الفرقة، أنا شايفه بحييه بصراحة، إن أنا لازم برضو نقول إن هما في استقرار وفي هدوء، وحتى في العقوبات اللي على طارق حامد ومحمد أبو جبل عمل عقوبات عليهم بما يستحقوا العقوبة، يعني ما دبحوش طارق حامد ومحمد أبو جبل، كده كده الاتنين هيمشوا، إحنا قلنا الكلام ده وانفرضنا من زمان من زمان. أنا قلت محمد أبو جبل وقع في النصر السعودي، وقلت طارق حامد وقع في اتحاد جدة السعودي من زمان، وهجيب لكم الفيديوهات يعني. لكن لما جم خدوا قرار ان هم خلاص اللعيبة عودة هتنتهي، خصموا حسب تصريحات أمير مرتضى منصور ان هم خصموا نص مستحقات طارق حامد ونص مستحقات محمد أبو جبل، بس ما دبحهمش، خلوهم خلاص يمشوا كل واحد يشوف طريقه ويشوف مستقبله، تقديرا برضو لدور طارق حامد، خصوصا طارق حامد. كان طارق حامد انا قلت عليه قبل كده ان هو كابتن مخلص جدا لنادي الزمالك، ممكن يكون النهايه ما كانتش زي ما احنا عايزين بالنسبه لطارق حامد مع الزمالك، ولكن طارق حامد لعيب مخلص جدا 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 لنادي الزمالك. وانا بيني وبينكم برضو يعني كنت اتمنى ان طارق يعني يمشي بشكل افضل من كده، طارق مش الزمالك، يعني انا بقول على طارق، طارق انا لو مكانه وجاي لي عرض كبير من اتحاد جدة السعودي ومبلغ كبير هخوض التجربه، خصوصا ان طارق حامد يعني قدامه سنتين في الكوره، فيروح ياخد عرض مالي كويس، بس كان لازم يكون صريح مع رئيس نادي الزمالك ومجلس الاداره ويتكلم بكل صراحه. طبعا المسؤولين في الزمالك كانوا زعلانين منه انه بقاله فتره كان غايب وسافر اسبانيا يتعالج بدون اذن، وقعد حوالي شهر شهر وشويه، فدي بعض الاخطاء. بس طارق حامد ليه رصيد في نادي الزمالك، بطولات واخلاص ودم وعرق، عمل تاريخ كبير طارق حامد داخل نادي الزمالك. سعيد يعني رغم رحيل اشرف بن شرقي، وانا قلت لكم من السنه اللي فاتت اشرف بن شرقي مش هيجدد في نادي الزمالك وعنده عرض، احنا قلنا قبل كده في الدوري الاماراتي في الدوري القطري، يعني مؤخرا عرفنا ان هو من الدوري القطري، الكلام اللي بيتقال ان هو موقع في قطر القطري. اشرف بن شرقي فنش حلو مع نادي الزمالك، يعني اشرف بن شرقي في اي وقت ممكن يرجع لنادي الزمالك، عكس مثلا فرجاني ساسي، عكس حمدي النجاز كان في مشاكل وخلافات ومش عارف شكاوي، لكن اشرف بن شرقي رغم ان انا جيت فتره هنا انتقدته وهاجمته، كان مش في مستواه من حوالي 3 4 شهور كده وما كانش بيأدي بشكل كويس، لكن الفتره الاخيره اشرف بن شرقي تألق مع نادي الزمالك ويعني احرز اهداف وقدم مستوى مميز، يعني من الزمالك وهيسيب الحب الكبير ده كله، ولكن برضه لازم احنا نبص لمصلحه اشرف بن شرقي، ان هو راجل جاله العرض اللي انا سامعه 3 مليون دولار، 3 مليون دولار عرض ما يترفضش، ويعني 3 مليون دولار يعني حوالي 60 مليون جنيه مصري في 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 موسم، وهو هيوقع لمده موسمين اعتقد في نادي في النادي القطري. فالنهايه كانت حلوه، يعني المسؤولين في نادي الزمالك واشرف بن شرقي اخرجوا النهايه حلوه، واللي ساعد الامور واللي خلى النهايه حلوه ان اشرف بن شرقي كمان كسب الكاس مع نادي الزمالك، سجل اهداف الفتره اللي فاتت، تالق مع نادي الزمالك، فماشي بشكل كويس جدا. من خلال صفحه نادي الزمالك، الزمالك اس سي بيقول بعض النهايات لا تعني بالضروره ختام القصه، ولكنها كانت تعني ايضا امتداد لشيء اخر اكثر جمالا، ربما انتهت مسيره اشرف بن شرقي مع الفريق، ولكن يظل حب جماهير الزمالك للاعب ممتد. شكرا بن شرقي على خروجك من باب الكبير، نتمنى لك التوفيق في وجهتك القادمه. هو ده بقى العلاقه اللي احنا دايما نشوفها، رغم برضه عشان ما اكونش بقول كلام دلوقتي وقلت كلام قبل كده مختلف عن كده، انا هاجمت اشرف بن شرقي هنا كتير لسببين، السبب الاول ان هو ما كانش عايز يجدد مع نادي الزمالك، بس ساعتها ما كانش يقدر يقول ان هو عنده عرض، ان كان اداره الزمالك والجمهور الفريق كله مرتبط بيه بشكل كبير وعايزه يجدد. تاني حاجه كان زي ما قلت لكم من فتره من الفترات كان اشرف بن شرقي مش في مستواه خالص، والفتره دي يعني جت مع الفتره اللي هو مش عايز يجدد فكنا بننتقده، لكن الراجل فنش كويس قوي زي ما قلت لكم، والنهايه سعيده لاشرف بن شرقي مع نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك ببطوله كاس مصر وتصدر الزمالك لبطوله الدوري حتى الان. مبروك لنادي الزمالك. بصوا انا بتكلم كل حاجه حلوه في الزمالك الفتره الحاليه، لما بيكون في اداريا الزمالك مستقر وفنيا الزمالك مستقر
النجاح بيحصل، او اي فريق، مش قصه الزمالك او الاهلي، لا اي فريق بيبقى مستقر اداريا ومستقر فنيا. الاهلي بصوا الدنيا اتقلبت في الاهلي ازاي، ان مشى موسيماني ومسك سامي قمصان، وراح سامي قمصان برضو جابوا ريكاردو سواريش في وقت انا شايفه كان صعب جدا. انت تدخل ثلاث مدربين بافكار مختلفه على الاهلي في فتره قليله جدا، يعني انا كنت حابب ان سواريش يخش يتفرج وسامي قمصان يدير خلال الشهر المتبقي ده او الشهر ونص، عشان الراجل يمسك من بدايه الموسم يبقى درس الفرقه بشكل كويس، خصوصا ان الفتره دي حساسه جدا زي ما قلت لكم، بتلعب نهائي كاس مصر، بتلعب المراحل الاخيره من بطوله الدوري، هتلعب كاس مصر اللي هو بتاع الموسم الحالي الكاس الجديد، ففتره صعبه جدا. يعني هارد لك للاهلي ومبروك لنادي الزمالك، انتصار رائع جدا، ومن بكره هنكمل ماتشات الدوري والمنافسه مستمره ما بين الزمالك وبيراميدز والاهلي. خلينا ناخد بقى الماتشات اللي اتلعبت يوم الخميس والجمعه امبارح واول، ناخد الاهداف كده، لكن خلينا نروح نشوف تقرير مع تقرير عن فوز نادي الزمالك بكاس مصر اللي احنا طبعا بنبارك له وبنبارك لفيريرا مدير الفني الجريء جدا لنادي الزمالك. نشوف التقرير وبعدين نرجع نشوف اهداف الجوله 26 ونشوف الماتشات النهارده ايه اللي حصل في الماتشين اللي اتلعبوا، فوز فيوتشر على البنك الاهلي 4-1 وفوق، وتعادل سلبي ما بين طلائع الجيش والمقصه في بطوله الدوري الممتاز. طيب خلينا ناخد بعض الاخبار. وسواريش النهارده اعلن قائمه الاهلي، اللعيبه دخلت المعسكر النهارده، الاهلي عنده غيابات كتير، في بعض اللعيبه يعني اصيبت في المباراه اللي فاتت زي محمد شريف اللي جاله مزق في العضله الضمه وهيغيب شهرين او شهر ونص عن النادي الاهلي. سواريش اعلن القائمه النهارده، محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير في حراسه المرمى، محمود متولي، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، حمدي فتحي، حسام حسن، وليد سليمان، ايمن اشرف، عمرو السوليه، صلاح محسن، قفشه، ومحمود وحيد، وعلي معلول، ومحمد عبد المنعم، وكريم فؤاد، لويس ميكيسوني عاد مره اخرى لقائمه الاهلي، محمد هاني، احمد عبد القادر، ومحمد فخري، النهارده نديم الونش، ومحمود علاء، ومحمد عبد الغني، ومحمد طارق، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعه، احمد فتوح، محمد عبد الشافي، حازم امام، حمزه المسلوسي، محمد اشرف رؤى، اسلام جابر، وسيف فاروق جعفر بيرجع تاني، كان عنده كسر في ايده وخف ورجع تاني للقائمه، اوباما وشيكابالا وايمن حفني، احمد سيد زيزو، وسيف الجزيري، وسيد نيمار. دي قائمه الزمالك لمباراه بكره امام سموحه. برضو قائمه سموحه اعلن القائمه كابتن عبد الحميد بسيوني، مروان حمدي، ومروان حمدي على راس القائمه، عمر صلاح، حسن تيمور في حراسه المرمى، احمد عيد تمساح، خالد عبد الفتاح، احمد جمال، احمد حكم، رجب نبيل، محمد عبد العاطي، مصطفى الخواجه، محمد كناريا، ابو بكر اليادي، عبد الكبير الوادي، مروان حمدي، الياسيلا، فهد جمعه، شريف رضا، احمد رمضان بكم، محمد شكري، علي الملواني، مهاب اشرف، اسماعيل اشرف، محمد سعيد. دي قائمه سموحه. في غيابات طبعا في نادي سموحه، رجع او بيغيب بقى الهاني سليمان للاصابه، وحليمه طبعا للاصابه، بجانب حمدي علاء الموقوف ماتشين بعد الطرد امام الاسماعيلي. لعيبة الزمالك ودعت بن شرقي ونجم وطارق حامد ومحمد ابو جبل، يمكن عملوا زي كده حفل وداع لبن شرقي ونجم وطارق حامد. ده محمد عواد كمان بيشكر لعيبة الزمالك اللي رحلوا بقى خلال الفترة الحالية، محمد عواد بيقول شكرا ليكم يا رجالة، بالتوفيق ليكم ان شاء الله، طارق حامد وابو جبل وبن شرقي ونجم، لعيبة طبعا مهمة جدا. وزي ما احنا عارفين او سمعنا خلال الفتره اللي فاتت ان يعني هيكون في صفقات هتعوض غياب اللعيبه المهمه دي او رحيل اللعيبه المهمه دي بالنسبه لنادي الزمالك. دي النهارده طارق حامد في غرفه الملابس، اللعيبه يعني بتودع طارق حامد برضو اللي هينتقل او انتقل خلاص نادي الاتحاد جده، بس هيسافر النمسا عشان ينضم لمعسكر الاتحاد جده في النمسا. نسمع كده طارق حامد بيقول ايه في غرفه الملابس النهارده مع لعيبه الزمالك. الفريق يعني. طبعا انت كنت بتتكلم فعلا من موضوع الدوري، شايف ان دي بطوله مش صعبه ومش سهله.
مش صعبه لو انت خدت كل ماتش بماتش وركزت انك تكسب كل ماتش بتاعك في الدوري زي ما حصل السنه اللي فاتت. كان بيع عندنا 7 مرات كلها كمات وانت من كده الوقت متجمعه وجالسين مع بعض لازم نكسب بظروف استثنائيه. لكن لو هي الموضوع انا شايفه سهل هيبقى صعب انك تكسب الدوري. لو سهل لو انت ضمنت انك تكسب الدوري من دلوقتي فانت خلاص مش هتكسب حاجه تاني. انت دلوقتي ما شاء الله كسبت بطوله بظروف استثنائيه وحققت نجاح كبير في الوضع الصعب للنادي والفريق اللي بيمر فيه. طارق حامد يعني بيشجع لعيبه الزمالك وبيقول لهم شدوا حيلكم بطوله الدوري وننسى خلاص الكاس ونفكر في الدوري والبطوله مش صعبه ومش سهله لازم تركزوا. يعني كلام مهم من طارق حامد ويعني بيشجع وبيؤازر لعيبه نادي الزمالك وبيساندهم للفوز ببطوله الدوري. زي ما قلت لكم طارق حامد يعني انا بالنسبه لي كابتن نادي الزمالك ولعيب كبير ولعيب مهم واجتهد واخلص في نادي الزمالك. انا معايا ارقام طارق حامد ارقام رائعه جدا. طارق حامد لعب في الزمالك 8 سنين لعب 284 مباراه خد 2 دوري 5 كاس مصر 2 سوبر مصري 1 سوبر افريقي 1 كونفدراليه 1 سوبر مصري سعودي. يعني خد ما شاء الله عدد كبير من البطولات مع نادي الزمالك. سجل 6 اهداف مع نادي الزمالك في ال 284 مباراه اللي لعبهم في 8 سنين مجموعه من البطولات. حاجه جميله جدا بالنسبه لطارق حامد. اداره نادي الزمالك هتطلع قرار خلال الفتره القادمه ان هي هتجدد عقد جوسفالدو فيريرا. يعني هيمدوا عقده الكلام اللي قدامي هيمدوا عقده لغايه 2025. لسه احنا في 2022 يعني 3 سنين كمان قدام يعني زمن او عقد طويل. هم طبعا حاسين ان فيريرا بيشتغل بشكل رائع جدا مع نادي الزمالك وبيحقق بطولاته وعمل كمان او طلع اللعيبه الصغيره واداهم الثقه واداهم الفرصه في المشاركه في الماتشات اللي فاتت. طلع حسام عبد المجيد وطلع محمد طارق وطلع سيف فاروق جعفر وسيد نيمار مجموعه مميزه جدا جدا ويوسف اسامه نبيه مجموعه مميزه جدا من اللاعبين. اللي انا عرفته برضو ان الزمالك بيحصل على توقيع ناصر ماهر لاعب فيوتشر ولكن فيوتشر رافض القصه ويعني بيبلغ اللعيب نادي فيوتشر ان هو بيجمد الصفقه ان فيوتشر رافض انتقال ناصر ماهر الى نادي الزمالك. هو طبعا وقع بس طبعا لازم موافقه نادي فيوتشر. طارق حامد هيسافر النمسا خلال ساعات للانضمام لنادي اتحاد جده. خليني اكلمكم بقى على فيتوريا. فيتوريا مدرب البرتغالي المدير الفني لمنتخب مصر حضر المباراه وعجبوا بعض اللعيبه. يعني عجبوا في الزمالك احمد فتوح وامام عاشور وبن شرقي. طبعا بن شرقي لعيب مغربي مش هينفع ينضم للمنتخب لكن هو الراجل حضر المباراه نهائي كاس مصر بين الزمالك والاهلي وعجبوا احمد فتوح وعجبوا امام عاشور وعجبوا بن شرقي وعجبوا حسام حسن وحمدي فتحي من النادي الاهلي. وطبعا فيتوريا اتكلم مع كابتن حازم امام وكان بيقول له بن شرقي فكابتن حازم فهمه قال له ان بن شرقي ده لاعب مغربي مش لاعب مصري ما ينفعش ينضم لمنتخب مصر. فيتوريا بيطلب تقرير خاص عن لعيبه الاهلي والزمالك. وبرده فيتوريا سال عن اهم اللاعبين الغائبين عن نهائي كاس مصر لان هو طبعا لسه مش عارف اللعيبه فسال كده قال لهم هو في حد يعني لعيبه مهمه في الاهلي او في الزمالك غابوا فهيعملوا له تقرير طبعا باللعيبه اللي كانت موجوده في منتخب مصر خلال الفتره اللي فاتت واللعيبه المصابه في الفتره الحاليه عشان يبقى ملم بكل المعلومات والبيانات عن لعيبه المنتخب خلال الفتره الحاليه. اتحاد الكره بيستبعد بوميل من حساباته بعد الخلاف على المقابل المادي. بوميل الفرنسي طلب حوالي 80,000 دولار لتدريب منتخب مصر ولكن المسؤولين في اتحاد الكره شايفين ان المبلغ كبير فتم استبعاد بوميل من اختيارات اتحاد الكوره لتدريب المنتخب الاولمبي. اتحاد الكوره النهارده استلم قرار بايقاف النادي الاسماعيلي عن القيد. النادي الاسماعيلي هيتوقف عن القيد لحين سداد عقوبه الاسعد الجزيري. الاسعد الجزيري ده لعيب تونسي كان موجود في النادي الاسماعيلي وعمل شكوى في النادي الاسماعيلي في المحكمه الرياضيه الدوليه والنادي الاسماعيلي ما دفعش الغرامه اللي عليه او مستحقات الاسعد الجزيري. فجه خطاب من الاتحاد المصري للنادي الاسماعيلي ان هو هيتوقف عن القيد لحين سداد غرامه الاسعد الجزيري. اتمنى في المسؤولين في النادي الاسماعيلي يعني ما يسيبوش القضايا دي تمشي كده يعني خلي الناس تخلص. حتى انا عارف النادي الاسماعيلي ماديا في مشكله والكلام ده لكن لازم يحلوا المواقف دي بدل ما يتم خصم نقاط كمان من النادي الاسماعيلي مشكله كبيره يعني.
قائمه بيراميدز لمباراه بكره. تاكي جونيس المدرب اليوناني اختار احمد الشناوي وشريف اكرامي ويوسف نادر في قائمه بيراميدز في حراسه المرمى، علي جبر واسامه جلال ومحمد حمدي، حسين السيد، احمد سامي، عمر جابر، ايريك تراوري، اسلام عيسى، رمضان صبحي، محمد صادق، احمد توفيق، ابراهيم توريه، هشام محمد، وليد الكارتي، عبد الله السعيد، عبد الله مجدي، محمود صابر، دودو الجباس، وفخر الدين بن يوسف. دي قائمه بيراميدز. قائمه الاسماعيلي كابتن حمزه الجمل اختار محمد فوزي واحمد عادل عبد المنعم وكمال السيد في حراسه المرمى، عصام صبحي وباهر المحمدي، محمد نصر، عمرو الحلواني، محمد دسوقي، عمر الوحش، محمود عبد العاطي دونجا، محمد عبد العادل، محمد بيومي، محمد مخلوف، محمد بن خماسه، محمد عبد السميع، حسن ياسين، احمد مصطفى، احمد مدبولي، عبد الرحمن مجدي، محمد الشامي، مروان حمدي، وخالد النبريسي. في غيابات للنادي الاسماعيلي: عمر رضوان حارس المرمى، احمد ايمن، محمد هاشم، وعماد حمدي، وحازم مرسي، غايبين عن مباراه بكره بالنسبه للنادي الاسماعيلي. نادي اسوان اللي صعد السنه دي للدوري الممتاز تعاقد مع لاعب عنده لاعب مغربي وعنده جنسيه اسبانيه اسمه احمد بالحج. احمد بالحج كان بيلعب في نادي ريال ساراكوستا الاسباني. عجبني صفقات هيثم عرابي، جايب لعيبه يعني دوريات قويه، نتمنى يكونوا لعيبه كويسين. احمد بالحج ده لاعب كان بيلعب في نادي ريال ساراكوستا الاسباني، عنده 24 سنه، معاه الجنسيه المغربيه والجنسيه الاسبانيه، بيلعب ناحيه اليمين، بيلعب جناح ايمن وايسر، يعني بيشتغل في التلت الهجومي بالنسبه لنادي اسوان خلال الفتره القادمه. نادي فاركو بيفقد جهود محمد صبحي حارس المرمى امام طلائع الجيش في المباراه القادمه. طبعا محمد صبحي كان اتطرد في مباراه امبي بعد ما خد انذارين، كان خد الانذار التاني بسبب تضييع الوقت. كابتن محمد عوده بيطالب لعيبه المقاولين بنسيان الفوز على المحله والتركيز في مباراه سموحه القادمه بالنسبه لنادي المقاولين. زي ما قلت لكم يعني فوز المقاولين على المحله المباراه اللي فاتت 1-0 بهدف فاروق نور الدين كان طوق نجاه لنادي المقاولين العرفه. كابتن عوده قال لهم انسوا بقى الماتش اللي فات، خلاص خلص، نركز في الماتشات اللي جايه، واقربها هيكون مباراه المقاولين وسموحه الاسبوع في اخر الاسبوع الحالي ان شاء الله. فراس بن عفيه اللاعب التونسي جاهز لقياده هجوم ايسترن كومباني امام المصري في الاسبوع ال 27 من بطوله الدوري. نادي الاتحاد السكندري بيتعاقد مع لعيب في فريق الباسكت، لعيب امريكي اسمه ديكس، كيندال ديكس، تعاقد مع نادي الاتحاد السكندري في لفريق كره السله، لعيب امريكي. طبعا انتوا عارفين الامريكان مميزين جدا جدا في الباسكت. يعني في بطولة افريقيا او تصفيات المؤهلة لبطولة افريقيا للكرة الشاطئية، كان في مباراة النهاردة ما بين مصر وغانا وخسرنا 6-5 يعني 6-5 لصالح المنتخب الغاني في مباراة الذهاب اقيمت النهاردة في غانا، ولسه في مباراة العودة ان شاء الله عندنا هنا في القاهرة خلال الفترة القادمة. التصفيات دي مؤهلة لبطولة امم افريقيا للكرة الشاطئية. النهاردة مباراة الذهاب امام غانا، لسه عندنا مباراة العودة ان شاء الله هتكون في مصر هنا باذن الله. في برضه شغال دلوقتي البطولة العربية للسباحة، مصر بتتربع على عرش البطولة العربية للسباحة باجمالي حوالي 52 ميدالية متنوعة ما بين 23 ذهب 14 فضة 15 برونز، يعني ما شاء الله مكتسحين الميداليات والصدارة في البطولة العربية للسباحة. طبعا بطلتنا فريدة عثمان ومحمد ابراهيم اهو، يعني طبعا منسق في القنوات والتلفزيون المصري متواجد مع البعثه، نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله، ورئيس بعثه منتخب مصر في البطوله العربيه للسباحه، نتمنى التوفيق ان شاء الله لمنتخباتنا في السباحه باذن الله. هنطلع فاصل ونرجع ناخد بعض الاخبار العالميه النهارده في كوره كل يوم. بنقول مبروك كابتن بسنت، بنقول انجاز تاريخي بالفعل، فعلا رفعت اسم مصر. شعورك وانت بترفعي علم مصر في الجزائر في وهران؟
الله يبارك في حضرتك والله يبارك في كل المشاهدين. شكرا على التغطيه الجميله دي. طبعا شعور عظيم قوي اني اقدر ارفع علم مصر وان النشيد يتغنى في بطوله قويه زي دي وفي ملعب فهران. كان شعور ما يتوصفش، يعني اغلى حاجه ممكن يحسها اي انسان انه يرفع علم بلده يعني وسط كل الدول دي، فالحمد لله. كابتن بسام، اكيد كانت بطوله قويه، هل كان قبل البطوله عندك تفكير او عندك طموح ان انت تحققي المركزين دول؟ طبعا، لان انا كنت مشاركه فيها في 2018 كانت في اسبانيا، كان سني لسه صغير، ما حلفنيش الحظ ان انا يكون معايا ميداليه، بس من ساعتها لحد البطوله دي وانا بحلم ان اقدر اجيب ميداليه في بطوله كبيره ومهمه قوي زي دي، لان هي نسخه صغيره من الاولمبيكس. فالحمد لله كنت مبسوطه قوي ان ربنا وفقني وان قدرت ان انا يعني تعبي يتكلل بالنجاح واقدر ارفع علم مصر هناك، فكنت مبسوطه قوي. ده اقل تكريم لبطلتنا بنت اسكندريه وبنت المؤسسه العسكريه، واحنا بنوجه رساله لكل اولادنا وبناتنا الابطال. ده نموذج يحتذى به فعلا. بسنت حطت سلطت الضوء على رياضه العاب القوى. الحمد لله رب العالمين، وبشكر ربنا على توفيقه وكرمه لينا البطوله اللي فاتت دي. بسنت بطله موهوبه وقويه وكبيره وليها ارقام قويه حتى قبل الدوره. كان حصل لنا شويه ظروف صعبه الفتره اللي فاتت قبل دوره العاب البحر المتوسط. كان في بطوله افريقيا وهي حصل لها يعني اصابه كده قبل بطوله افريقيا، واضطرينا ان احنا نعتذر وسافرنا دوره العاب ولعبنا، واحنا يعني رحنا قعدنا هناك اسبوع واحنا بنتعالج صباحا ومساء في اللجنه الطبيه تبع اللجنه الاولمبيه المصريه هناك في وهران قبل اللعب بالظبط باسبوع، ولعبنا واحنا كان عندنا يعني مش يعني شد كده خفيف. ده يمكن ظهر شويه الاصابه زادت شويه في ال 200 متر في التصفيات، لكن الحمد لله رب العالمين ربنا كرمنا بان هي بسنت عملت رقم قوي في ال 100 وال 200، يعتبر رقم قياسي لدوره العاب البحر المتوسط في ال 100 متر 11-10 وفي ال 200 متر 22-47، والرقم ده يحطها ان هي تبقى من افضل 8 لعيبه في العالم. بسنت حميده يعجز بقى اللسان دلوقتي عن وصفها، مش لمجرد ان هي حققت رقمين قياسيين، زي ما حضرتك قلت هو اول انجاز لسيده مصريه خصوصا في سباقات السرعه، وانت حضرتك رياضي وعارف ان العاب القوى من الالعاب الشهيده. وارد احنا عندنا يعني ناس كتير بتحقق في سباقات النزلات زي المصارعه رفع الاثقال، احنا عندنا ناس كتير بتعمل الميداليات دي واعتدنا عليها، لكن سباقات السرعه نظرا للطبيعه الجغرافيه لمصر مش اي حد بيحقق فيها، لان حضرتك عارف ان هي لازم تتميز بمواصفات فسيولوجيه وعضليه معينه. بس انت قدرت تنقل العاب القوى كلها مش بس سباقات السرعه لحته ممكن تتشاف فيها، تحولت من لعبه شهيده الى لعبه اندر فوكس. بنقول مبروك لمصر كلها، مبروك لبسنت، بسنت فرحت مصر كلها بهذه البطوله وهذه الميداليات. اسكندريه كمان كانت على وجه خاص بتتابعها، لان طبعا احنا من الاول وبنت الاسكندريه فكنا متابعين كل الخطوات اللي هي موجوده فيها من 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 ميداليه لميداليه، كنا بنسعد انها بنت الاسكندريه ان تحصل على هذه الميداليات. فبقول لها مبروك، شرفتينا، شرفتي اسكندريه، شرفتي مصر. مجرد رفع علم مصر بيسعد الجميع. كان في اهتمام عظيم من معالي وزير الشباب والرياضه وتكريم للعابتنا بسنت، في اهتمام كمان من مدير الشباب والرياضه اسكندريه، واحنا النهارده موجودين لتكريمها من محافظه الاسكندريه. انا اولا سعيده ان انا اللي انابني معالي الوزير لتكريم البطله الجميله اسكندريه اللي شرفت لمحافظه الاسكندريه وشرفت جمهوريه مصر العربيه بالميداليتين الذهبيتين في بطوله البحر المتوسط، وشرفتنا وشرفت المرأة المصرية. وإذا كان ده نتاج فنتاج لدعم القيادة السياسية وحلها لكثير من المشاكل الرياضية اللي أدت بينا لهذا التفوق وهذا التواجد والكيان الموجود الكيان المصري في كثير من البطولات والتفوق والنجاح.
وشفنا طبعا تقرير مع المتألقة بسنت حميدة العداء المصرية الصاروخ، يعني السريعة جدا ما شاء الله، ربنا يعني يكرمها الفترة الجاية. هي مصابة الفترة الحالية، كانت المفروض تسافر أمريكا تلعب بطولة هناك لكن عندها إصابة. وطيب يعني شفنا طبعا اسكندرية بتكرم بسنت حميدة العداء المصرية اللي احنا إن شاء الله إن شاء الله يعني متوقعين ان هي تكسر الدنيا خلال الفترة القادمة، لكن أهم حاجة إن شاء الله يعني ربنا يبعدها كده عن الإصابات. وشايفين بسنت حميدة الواحد سعيد بيها جدا، يعني رايحة في مستوى عالمي ما شاء الله، يعني سواء في سباقات السرعة طبعا 200 متر و100 متر حرة، نتمنى لها التوفيق وعملنا أملنا كبير فيها جدا إن شاء الله في أولمبياد باريس 2024 تحقق لنا ميدالية ذهبية، في ظل بقى هيكون صراع شرس ما بين انتوا عارفين دايما سباقات السرعة في السيدات الأمريكيات وبتوع جامايكا، الجامايكيات بيبقوا سرعة جدا في سباقات السرعة، لكن ما شاء الله بسنت حميدة تألقت في بطولة البحر المتوسط وإن شاء الله نستنى منها ميدالية بإذن الله في أولمبياد القادمة. خلينا نروح بقى لبعض الأخبار العالمية كده. يورجن كلوب صرح لموقع ليفربول الرسمي وقال محمد صلاح مش محتاج فترة إعداد، مش محتاج إن هو يتم إعداده للموسم الجديد. قال محمد صلاح عاد لفترة الإعداد في ليفربول بشكل ممتاز، حالة بدنية ممتازة، بيقول هو دائما كذلك جاهز دائما، بيقول هو مش محتاج يتعمل له تدريبات تحضيرية للموسم الجديد، إن هو حالته البدنية رائعة جدا وعنده موهبة ومحافظ على نفسه، حتى في فترات الراحة محافظ على الأداء البدني لنفسه وماشي بشكل كويس جدا. وقال كمان بيقول ان هو محمد صلاح حالته النفسية رائعة جدا خصوصا بعد تجديد عقده مع ليفربول، وان شاء الله محمد صلاح يحقق أرقام قياسية خلال الفترات القادمة، يكون يعني أحد أساطير نادي ليفربول ويقرب أكتر أكتر من الأرقام القياسية لنجوم ليفربول على مر التاريخ. نتمنى التوفيق لمحمد صلاح ان شاء الله خلال الفتره القادمه. الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا بيغرم اهلي جده بسبب حمدي النقاز. حمدي النقاز كان عمل شكوى ضد نادي اهلي جده، والاتحاد الدولي الزم نادي اهلي جده بسداد مبلغ 3.5 مليون ريال سعودي لصالح اللاعب التونسي حمدي النقاز. خد حكم من الفيفا ب حصول على 3 مليون و500 ألف ريال سعودي من نادي أهلي جد. مصطفى محمد النهار يعني نتمنى التوفيق لمصطفى إن شاء الله في الفترة القادمة مع نادي نانت الفرنسي، وزي ما قلت لكم هيبدأ نانت الموسم بتاعه بمباراة السوبر الفرنسي أمام باريس سان جيرمان. عمر مرموش بيشارك مع نادي فولفسبورج في فوز ساحق على برينتفورد. برينتفورد الانجليزي كان مباراه وديه ما بين، انتوا عارفين عمر مرموش السنه اللي فاتت كان بيلعب في شتوتغارت، كان رايح اعاره من فولفسبورج، دلوقتي رجع بقى خلاص للنادي فولفسبورج وكان بيلعب مباراه وديه مع برينتفورد، وقدر فريق فولفسبورج يكسب برينتفورد الانجليزي 4-0، وعمر مرموش بدا المباراه اساسي مع فريق فولفسبورج. لسه عقد عمر مرموش هينتهي في 2023. احمد حجازي يعني موجود على رأس قائمة اتحاد جدة لمعسكر النمسا، نادي اتحاد جدة هيطلع معسكر في النمسا، بدأ المعسكر النهاردة من 23 يوليو حتى 13 أغسطس. اتحاد جدة هيلعب 3 ماتشات ودية في النمسا، هيلعب مع فيورنتينا الإيطالي وهيلعب مع ريد بول سالزبورج النمساوي وهيلعب مع الوحدة الإماراتي، وده يعتبر الموسم الثالث لأحمد حجازي مع نادي اتحاد جدة، وهينضم له خلال الأيام القليلة القادمة طارق حامد لاتحاد جدة، مع أحمد حجازي بقى هيسافر إلى معسكر النمسا إن شاء الله. يعني دي أخبارنا النهاردة العالمية. وعندي برضو خبر كنت بتكلم من شوية على أشرف بن شرقي، خلاص يعني كان في كلام في قطر القطري، لكن أشرف بن شرقي بيقترب من الانتقال لنادي الريان القطري، هو موقع بس مش عارفين اسم النادي اللي هينتقل له، كان في كلام الفترة اللي فاتت قطر القطري، لكن أشرف بن شرقي بيقرب من نادي الريان القطري، نادي الريان القطري مقابل 3 مليون دولار في الموسم، رقم كبير جدا لأشرف بن شرقي وهو لاعب كبير ويستحق ان هو يكون بالسعر ده في الفترة الحالية. بشكركم شكرا جزيلا، النهاردة كانت حلقة سريعة استعرضنا فيها ماتشات الدوري وماتش كاس مصر ومجموعة من الأخبار. بكرة زي ما قلت لكم 3 لقاءات أقوية جدا، إسماعيلي مع بيراميدز، الزمالك مع سموحة،
الاهلي مع الجونه، ثلاث لقاءات من العيار الثقيل في بطوله الدوري في المراكز الصداره او مراكز المنافسه على بطوله الدوري. بشكر كل طاقم العمل ونتقابل بكره على خير ان شاء الله.